طب أخذنا أمثلة عن القط، خلينا نروح ناخذ مثال عن البوست، وعشان نفهم شو الفرق بين البوست والقط نعمل له هنا بوست مابينج. نعتبر ان انا بدي اعمل سيف، بدي اعمل سيف لبيشنت جديد، تمام. بالسيف هذا انا بدي احكي له هنا بدي تعمل لي، خليها نفس الاشي، وهنا اعمل له سيف بيشنت. البادي البوست عفوا بتقبل بادي، يعني انا ببعت لها داتا. طب كيف يعني؟ خلينا نشوف هنا، هنا نحكي له نعيد نفس الاسم، هنا احنا سميناها، لا خلينا نعمل هيك البيشنت، خلي هذا يرجع لي بس النيم، وهنا بدي احكي له جيت البيشنت، نعيد تسميتها، نعيد ترتيبها يعني، بس جيت بيشنت جيت البيشنت، تمام. وهنا نبعث له ريكوست للبيشنت كامل، هنا نعمل له نيو ريكوست، تمام. والريكوست اللي بدي اعمل له اياه بدي اسمي له، هنا نعمل له نيو ريكوست عفوا اد ريكوست، وهنا بدي اخلي الريكوست اخليكي له سيف البيشنت، تمام. وهنا بوست ديكون، وهنا بدي احكي له سيف، تمام، سيف البيشنت، اوكي تمام تمام. بالبوست لازم ابعت معاه بدي، فاوكي شو بعمل؟ باجي على البادي، باجي على الرو، وباجي هان وبحكي له جيسون، تمام. هسا بالجيسون انا بدي ارسم له اياه، بحكي له والله انا بدي نيم، النيم عبد، احنا ما عندنا غير نيم يعني، مثلا خلينا نحكي حسام لان انا كاتب عبد، طيب تمام. انا دبعت له فقط نيم واسمه وهو حسام، تمام تمام. خلينا نرجع للبوست هنا ونيجي نحكي له هنا ريكوست بادي، هاي لا تنساها لانه هاي اهم اشي، هاي اللي انا بحكي له من خلالها استقبل بادي معين. طيب هنا بحكي له البيشنت، البيشنت تمام. طب انساني من هاي، يعني انسى هاي، وهنا بدي اجي احكي له ايش بدي اعمل سيف للبيشنت. بس عشان احنا نفهم الامور يعني بطريقة اوضح، خلينا نعمل ريتيرن لنفس البيشنت هاي، لانه احنا ما عندنا اساسا داتابيس نعمل سيف على الداتابيس فيها، وما راح يزبط انه نعمل سيف على الاري. خلينا بس انا نعمل ريفرش ورجع نفس البيشنت، يعني نفس الريكوست اللي انا بكتبه هان لازم يرجع لي بالريسبونس هان، تمام. طيب نبعث الريكوست هنا، هاي رجع لي حسام. لو انا بعت هنا حكت له حسام مثلا هان فيرست نيم، فانا راح يرجع لي نل. طب ليش رجع لي نل؟ لانه هان لما يروح على البيشنت انا شو حط له؟ اوبجكت اوف بيشنت، بيشنت ايش؟ نيم، لازم نفس السبيلينج، نفس كل شيء، ما بصير احط له كابيتال او سمول تفرق معي، تمام. طب خليها نيم، ارجع لي حسام. طب خليني احط له مثلا النيم الان كابيتال، رجع لي اياها، رجع لي نل، لازم نفس الاشي اكتب له اياها، طيب تمام. او اذا في عندي حل ثاني ممكن احكي له انا فيرست نيم، تمام، ابعت له فيرست نيم، وهنا طبعا ما راح يقبل، راح يرفضها. وهنا ممكن ايش احكي له؟ هنا ممكن شو احكي له؟ اجي هان احكي له جيسون بروبرتيز بروبرتي فيرست نيم، تمام، يعني استقبلها بالفيرست نيم. خلينا نعمل ريستارت، خلينا نعمل نجرب نشوف شو بده يصير معي. طيب نعمل ريكوستان، نعمل ريكوستان، فانا اشتغلت معي ورجع لي حسام. فخلينا نبعث له نيم ونجرب، عفوا نيم، النيم ما اشتغل معي لانه هو اللي توقعه انه يجي فيرست نيم، تمام، فهو توقع انه يجي فيرست نيم، لكن الاوبجكت انا داخلي بس اعمله نيم. وصلت الفكره كيف؟ طيب طب لو انا بدي اضيف فيلد ثاني شو بدي اعمل؟ بدي احكي له هنا نفس الاشي برايفت مثلا لاست نيم، واللاست نيم هنا بدي احكي له، او مثلا بدي احكي له الايدج، خلينا نحكي له هنا بدي احكي له اياها انها انتجر، تمام. بدي اضطر اعمل جيتر وستر، خلينا نعمل جيتر وستر، وكمان بدي اروح اضيف الـ هذا الحكي على الكونستراكتور، تمام، خلينا اضيف على الكونستراكتور. طيب هسا بالنسبة اللي صار عندي انا هان، انه كل فيلد اضيفه بدي اعمل له جيتر وستر،
وشوف الغلبة كيف. وأنا متعمد أحكي لك هذا الحكي عشان بدي أوريك حل سحري للموضوع. طلع الحل السحري وطلع هان ليمبوك. فهسه بنشوف احنا شو بدنا نعمل في الليمبوك، شو ممكن يفيدني الليمبوك. خليني ابعت ريكوست، شوف اجاني ايدج فاضي لان انا ما بعت له. طيب هان خليني ابعت له الايدج مثلا 28، بعت له 30، فانا رجع لي الريزلت ورجع لي الداتا. تمام، شوف الترتيب مش مهم، الترتيب هو وين بهمه، بهمه هان انت كيف مرتبهم وكيف انت عامل الداتا هان.